للحديث عن تطورات التحقيق في المقبرة الجماعية التي اكتشفت في منطقة دائرة الطاقة الذرية في منطقة جسر ديالى، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاوش. شيخ فايز، مرحبا بكم. يعني بداية، كيف تقيم استجابة السلطات الحكومية للتحقيق حول المقبرة الجماعية التي وقعت في منطقة دائرة الطاقة الذرية في منطقة جسر ديالى؟ لماذا يتهم ذو الضحايا الأجهزة الأمنية بأنها غير مبالية بالذي يحدث هناك؟ السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله بكل وبركاته. تأكيد، أولا تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. بكل تأكيد، ومن المعلوم بأن ديالى منذ تأسيس العملية السياسية ما بعد 2003 ونشوء هذه الميليشيات، نعم، هي مسيطر عليها من قبل إيران ومن قبل ميليشيات يعني احتلال فعلي بالكامل. وبالتالي وإن وجدت قوات أمنية أو جيش هناك، فبكل تأكيد لا نقول بأنها متهاونة القوات الأمنية أو الجيش، بل نقول مشاركة في هذه العمليات، عمليات الجرائم من قتل واختطاف وجثث مجهولة الهوية. لأن القوات الأمنية أي الجيش هو نفسه قد يكون البعض غير قادر لمجابهة هذه الميليشيات، والبعض الآخر متعاون فعليا مع هذه الميليشيات، لأن أكثر الجرائم التي حصلت في ديالى وفي جميع عموم العراق هي تحصل بالقرب من السيطرات الأمنية وسيطرات الجيش الموجود حاليا، وبالتالي تبقى هذه الجرائم مستمرة ما دام هناك محاصصة طائفية وما دام هناك سيطرة إيرانية وميليشياوية على مفاصل الدولة العراقية وخاصة الجهاز الأمني. شيخ فايز، الرواية الحكومية تتحدث بأن دافع الجريمة التي وقعت في تلك المنطقة جرت بدافع السرقة، ما مدى صحة هذه الرواية؟ جنوا آلاف الجرائم اللي تحصلت من 2003 لحد الآن عم بدافع سرقة. كل هذه الأمور ملتقة، وكل هذه الأمور تغطي على جرائم هذه الميليشيات، لأن الميليشيات هي نفسها تابعة للأحزاب الموجودة الحاكمة في العراق، وبالتالي لا توجد سطو على هذه الميليشيات لكونها مدعومة من نفس الأحزاب وموجهة من نفس الأحزاب. وبالتالي هناك وفي الوقت الحاضر هذه الجرائم هي توحي إلى عدة رسائل. أولا لإيهام الشعب العراقي ولإيصال رسالة للشعب العراقي في وقت الاحتجاجات والتظاهرات والصغط على العملية السياسية وأحزابها بأن هناك ستكون أمور منفلتة بالعراق، وقد تعم جميع الشعب العراقي، وبالتالي هذه فبركة من هذه الأحزاب حتى تغطي عن جرائمها وحتى توقف هذه المظاهرات أو تشكل هذا الضغط على هذه المظاهرات وهذا الضغط الشعبي جراء عملياتهم جراء سياستهم طيلة 18 عام. شيخ فايز، هل من المعقول والمنطقي أن يكون المسؤول عن هذه الجرائم هو عنصر أمني واحد؟ كيف يمكن أيضا وكيف يتقبلها العقل أن تجري كل هذه الجرائم في منطقة أمنية تسيطر عليها الأجهزة الأمنية الحكومية وأيضا تسيطر عليها الميليشيات؟ ما مدى منطقية ذلك؟ بكل تأكيد هذا منطق غير مقبول، لأنني قلت قبل قليل بأن الجيش هو نفسه والقوات الأمنية هي تابعة للأحزاب، والأحزاب هي نفس راعية الميليشيات، وبالتالي هذا عمل ممنهج من قبل حتى الجيش وحتى القوات الأمنية الموجودة هناك متعاونة مع الميليشيات على كل الجرائم التي تجري في خاصة في ديالى، لأن ديالى باعتبار أقرب مدينة أو أقرب محافظة عراقية تابعة إلى إيران على الحدود الإيرانية، وبالتالي يجب إيران أن تسيطر على هذه المحافظة، ويجب أن تركع أبنائها، ويجب أن تعمل تغيير ديموغرافي في هذه المناطق عبر الاغتيالات والقتل والاختطاف وعبر الاحتجاز وغيرها. شيخ فايز، ماذا عن مطالب الأهالي وذوي المغدور؟ إلى أي مدى يعني بات ضروريا الكشف ومحاسبة المسؤولين عن هذه المقابر الجماعية في العراق؟ يعني أنا في رأيي لا توجد أي عملية هنا في العراق، أي محكمة أو أي قضاء موجود في العراق إلى مجتمعنا، وحسب قول حتى فايت الشيخ المشترك بالعملية السياسية وكثير من السياسيين يقولون بأن القضاء مسيس والقضاء مسيطر عليه من قبل الميليشيات والأحزاب الطائفية الحاكمة العراق، وبالتالي لا توجد
هناك بصيص من الأمل لأخذ حقوقهم إلا عن طريق منظمات دولية ومحاكم دولية تشارك بالكشف عن هذه الجرائم، وبالتالي تكشف كل الجرائم وتكشف كل أسماء القتلة ويحالون إلى القضاء. أما لا توجد سلطة في العراق حاليا أو محاكم قد تكشف هذه الجرائم لأنها مهيمن عليها من قبل الميليشيات المبتزدة الأحزاب الطائفية الموجودة في العراق. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاوي، شكرا جزيلا لكم.